يدخل فيه وأي حاجة يرسي ويلبس فيه والعالم والحصان وحبه. كان واحد يركب فيه يطيح ويضرب بكراعه. وبعد تزينوا الحصان والكل الحصان يرقص الحصان يرقص. وبعد ركب العيل فوق الحصان بدا الحصان يجري بقوة. بكل مطاحش العيل بكل توتة توتة حصل حتوتة حلوة فتوتة. حسنا هاي دوري قصة أنا الريح. حسنا قصة أنا الريح. أنا أرسم خلص نبدأ أرجو أصدقائي طلع الصفحة صحيحة صفحة صحيحة. قصة أنا الريح. ألعب معك لكن أنت لا تراني. أمسك بالحبل أنا طائر طائرة الورقية إلى البعيد. العصافير الجميلة تقول أيها الريح أنت تخربين تسريحة شعرنا. أهي تخرب الريح تسريحة شعرنا. تسريح شعر العصافير. قدم الصفحة الصحيحة. الشجرة الجميلة قالت أيها الريح أنت جميلة وتخرقيني في أشغالي والخصن وأنت تجيني بأخبار العالم. أتشوفوا بعد رسمتي الفنية شنو أختي؟ شنو بدينا نحن يا أمي أصدقائي؟ لقصة الحصان. أنت تجينا بأخبار العالم؟ عشان أنا نسافر كثيرا. الريح تجي في الشرق ولا الغرب؟ الريح المسكينة قالت أنا أتعب كثيرا عشان أنا نسافر كثيرا ونتبع أتبع كل شيء ونجي كل شيء. علمت الإنسان الأغاني لا 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 لا. كانت تحبني أن أصنع قاربا عشان أنا أدفعه إلى البعيد. وتوتة توتة خلصت الحتوتة. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو يا أصدقائي. واو اشتركوا في القناة وديروا لايكات وشير.